نرجع احنا لاخبارنا الداخليه وبخصوص علاء وجمال مبارك والخبر اللي كنا بنتكلم فيه امبارح عن موقفهم القانوني بخصوص قضيه قصور الرئاسه. مصادر امنيه قالت ان علاء وجمال مبارك غادروا سجن ترى من وقت قليل بعد وصول صحه الاخطار لمصلحه السجون بعد قرار محكمه جنايات شمال القاهره امبارح بقبول الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك على انقضاء مده العقوبه الموقعه عليهم بقضيه القصور الرئاسيه واخلاء سبيلهم بعد حكم جنايات القاهره في مايو الماضي بمعاقبه مبارك ونجليها علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم 125 مليون جنيه 979 ألف والزامهم متضمنين برد مبلغ قدره 21 مليون 169 ألف ومصادره المحررات المزوره في القضيه.